لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. سمية الغاروشي تزلزل قيس سعيد وتقول له كلام صادم. وسط صدمة التونسيين، ابنة راشد الغاروشي سمية تصدم الرئيس قيس سعيد بكلمات صادمة عبر حسابها على تويتر والمعروفة، حيث قالت أن الرئيس التونسي قيس سعيد في غيبوبة بعد سجن والدها، حيث قالت أن تونس تدخل عهد محاكمات السرية. وسمية الغاروشي هي ابنة مؤسس حركة النهضة راشد الغاروشي، وتجهز تونس نفسها إطاحة الدكتاتورية. وفعلا رغم أن البلد فشلت في تحقيق تقدم كبير على الجبهة الاقتصادية، لا سيما مع مشاكلها، حيث قالت سمية الغانوشي أن الرئيس قيس سعيد ظلم والدها طيلة السنين التي قضاها في تونس، والجميع يعرف والدها هو مدرس لكل الرؤساء حاليين، وهو من أفضل الرؤساء، وهو حاليا سجن ظلما ومعروف عنه بأخلاقه الرائعة. حيث أن كلام سمية الغانوشي صدم كل التونسيين عن الرئيس قيس سعيد، حيث رد البعض أن الرئيس التونسي هو أفضل الرؤساء التونسيون، ولا يوجد بعده أفضل منه، هو من أفضل الرؤساء التي حكموا تونس، وكل القرارات التي خذها ضد الغانوشي كانت صحيحة، ونتمنى أن يكون أقوى من ذلك ضد الغانوشي. اللهم احفظ الرئيس قيس سعيد يا رب، واحميه واحفظ كل أبنائه وأسرته وعائلته، واحفظه للشعب التونسي. اللهم أمين.